الاضافه اللي ممكن تقول لنا؟ الاضافه اللي نقولوا هذه المشاكل اللي دابا كتشوفها راه هي ديما، وهذا احتقار. الله يستر راه يخرج شي مشاكل اللي كبيره، وربما يكون شي مشكل الله يستر عطح شي روح ولا شي حاجه. السلطات عينا نهضروا معاهم، لا الولايه ولا الامن، عينا نهضروا معاهم على هذه المشاكل ديال الكرون طاكسي وديال الخطافه. لا يحرك ساكنا، هذا الشيء كيزيد غير المشاكل ما بين الشيافر. هما كتلقاهم فيرمي واحد، ولكن هذا المشكل هذا ما مقلناش، لان الولايه ما كتقول لا شفنا هذا المشكل، على الاقل كل واحد يمشي لبلاصتو. كيقول لك اليوم غدا تقريبا هذه 24 ولا 50 وهادشي كيتزاد. دابا المشكل اللي وقع هو واحد السيد بسميتو الكرون طاكسي ضرب واحد السيد في طاكسي، سيلو الدم ديالو طلع للسبيطار، ومع العلم الاخر واخا ما وقع له والو حتى هو طاح، وقال لك بان حتى هو عنده الشول. وهادشي الله يستر ما عادش يخرج مزيان، وعندنا نهضروا مع المسؤولين وما كاين حتى شي حاجه. وشكرا.